بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرزان خوش ويستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالم لو مجلس لو كورا فيروس مباركة إن شاء الله فايق وربي جرب مجلس ذكر ديات كرنا وباس كرني فرمودي في غمر صلى الله عليه وسلم بوميدي وش ببيت تتويشيق لبو روج قيامتنا برزان او فرمودي استباسي دكين ديار دو كز لا تابعين كان كدستن لاي عبد الله كور امام عمر لكاتي حجيان لكاتي عمره دا في دلين عند كز لاي اما بيدا بوينا فباز لو دا كان مسائل قدر كقدر اخواي قورا وهاتوا كخواي تعالى نازاني تشرود دا همو امريكا تا رودا اوجا بديار دكوي عبد الله كريم امام عمرش ورد بي ده فرمي اگر گويشتي بو كسانه بل امن لي ام بري ما وان اجل من برينا فليرا طل جمله امام عمر بو كباب ما او حديثان لبو جيريتوا كتواوي شريعه اسلام باركان ايمان اسلام احسان تواويش كان لو فرموده دا كوبيتو طبعا لو فرموده خوي زانان قال زور كتاب يعني لسردانا ويعني بمجلدات كتاب لبروي تواويش كان لو فرموده دا كوبي توا كيستا داخلين وبديار دا كوي امام عمر دا فرمي قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ملكاتك لخزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم دانش بين جابر رزان حزكم لقر فرموده كان هرشتي چيتي دا هي اول بوتان اماجة بيبكم لبو سود ورگرتن لفرموده كان كذلك إيمة لخزمة بيغمبر دانج من صلى الله عليه وسلم زانان دفرمون أو دليل لسر أوي كوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم ناو خلجي في خوشتر بولوي كا بعزلو بتنيايت كي سازور خلقي قطي كالي خلق نابي لقر عالمنا زاني استايوة طلبي علم هاتون كوبو ينوجي لسر العلم زانست زانياري رادا قرن وكو كسيقنين كلمال دانشته هيت فير نابي جا بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوي لناو خلق داشياه إمام عمر فرمي بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتي لخزمة في غمر صلى الله عليه وسلم دانج كاتي في غمر صلى الله عليه وسلم دهاتنا وخلق ونويجي جماعات لبو خلق ذكر وخطبة لبو خلق ددا وتواوي أو كاراني في غمر صلى الله عليه وسلم لنا وخلق دابو لو يزور زاروي كذا لما مستبيا وشي زور تاكيا بلا مشو روج لما ريد استيلبشو كاو متبعني بس نبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اصل وابيه تنويش جماعات بيت لبو جمعه وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيكري خلق بي لمزقو داني شي سرداني نخوش بك بقري پیغمبر سي فرمو صلى الله عليه وسلم لفرمو ده صحيح كا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم او ايمان داري تيكري خلق دبي لگر او ایمان داره که تکری خلق نابی لکن خوا او ایمان داره تکره بگل باشتر لو که او دستی تنه او خلق و صبر دگری لسر از یتکان یعنی انجا فرمو اطلع علینا رجل پیاو اگل من بدیار که شدید و بیاض ثیاب زلکه که زور زور سپیبو شدید و سواد الشعر موکانی همو رش لا یرا علیه اثر السفر شوين واريس مسافر شي في وديار نبو ولا يعرفه منا احد كسج لي ام نيد زاني للروايات تردهات ودلبوني خوش بو وجلو برجي زور جواني شي لبربوا حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم للروايات ترات ود فرمي سلامي كل بيغمبر صلى الله عليه وسلم فاسند الركبتي الى ركبتي ووضع كفي على فخذي حتى سوشي بسوشي بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم متى صحابنا زانو شي هاتو مزيسو بياويشي اوا برديني رشو بسري رشو بجلو برغشي زور سبي هاتو هتا سوشي بسوشي بيغمبر ده صلى الله عليه وسلم جا ليرة سيلي وردة جيري برزان آدابي طالب علم تماشاك نسي حديثة كتسي ده فرمي دستي لسر رانكاني خوي دانا ولسر توككاني ووضع كفي على فخذيه ما دانشتوا لسرتوك
ودستي لسر رانا كان دانا ولا خدمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم استاج لفقياتي ويخين دبي دانشني شي تايبت هي كاتي كدا دانشي لكن ما مستاي يعني بيشي دانشتين توا بيكي دي اوها بسينجي ودني اگر دو ساعتش ما مستا درسي شرح كا او فقيه هر او هذا دانش او ادب لحديث جبريل ورجلاك او حديث وام مسؤول بحديث جبريل فليره تما شابك نيجر تما شابك يعني او ادبي كفير بن طالب علم لخدمه ما مستيا كان ياندا همي لو حديث ورجلا وكا بيد قلت حديث جبريل قالوي كسك كدوي فير علم بي فير زانز بي لو مناقشه وشدمت ومجلس دانش بادبه جوي رابقرا او اسلوب بكاربينا يعني كعلماني بيشي رحمة اخوان اللي بدان كرت كاداب يعني ابو لقر ما مستيكان يعني ذاك بكار يعني دهينا او قسي ابو حنيفه مزور زار باز ذاك زوري في معجبم دفرمي حماد ما مستاي من بو بيني مالي مو مالي اوان حفت كولانا يعني حفت كوراني دبري حتى ذاك يا ماري ما مستيكان لناو ماري خوشمان فيم لسا فيم دانان برامبر مالي وان لناو مالي خوش شوف زانا او نوع ادبات ادبيك لقري استادبيني عند خلق تازا في رايات وحديثة بفران عالم هو مسلمان جنيا سيلي ورناجيري ادبي طالب علم او هانية اتوزاري اگر يكاق لقزكي را يعني تازا في رايات دستي بكفر وإيمان وامانا كدستي ليب شو بكا لقناي سكو طالب علم نيا يعني لمسألة قورتر لخو إقصان ذاك أزاني وكو تسوايا برزان دبيني كسيك هي دفترك دولاري هي معاملي في صد دفتري ذاك إيه وكو دبيتن إيه توهر دماء الزرر كي يشد خلاصة أو كسيك تازشتن آية وحديثك في ربي حاقي وي بس أو آدابانا جيب جيبك يعني سبر سبر في رشد بي تابيتا كسيشي قورا او وقت تيدغا اقصى كردن لو بابتان ايشي اونيا باشا زاليرا او آداب لما بين ما مستو طلب الزور مهمة قد انسان طلبي پروردنك لسا قصي ناشرين لسا زماني ناشرين ابن حزم قورتين عالم لإسلامتي دا فقيها حسابك زندو كروي مذهبك بس توك زماني ناپارزي لعالم كان علماء سيان زور لي ورنقرت يعني قصى كاني زور نبو تزيغي اعتماد لبروي زماني نپاراستي زور سيان پيدرشتيان پيدالي لقروي كابراهي فقيها محدثة عالمة إنسان دائما برامبر بأهل علم يعني أدب بباريزي أوشتيشي زوانا زادر قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فين بلي أي محمد إسلامتي تشيا فيغمبر صلى الله عليه وسلم لبوشي دكاتو طبعا أركان إسلامي لبوشي دكاتو طبعا للمعلومات برزان أركان او اجتهاد علماء لحديث بيغمبر والنجيلة صلى الله عليه وسلم خوي دابني بلي اوانا اركان الاسلام وكو ركن بلي اوانا اركان الاسلام انما قلت راه بني الاسلام على خمس بناء اسلامتي نق اركان بلا اجتهاد شي صحيح جوانا سكو اركانش كبيد قلت الركن يعني اشتك لسري داده مزري جاء بيغمبر سي فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لو شرحها كا بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاو اسلامتي كانسان كلمي شاهدي بدا كيس خداي اغنيه تنها الله نبي ومحمد صلى الله عليه وسلم بيغمبري خويا ليره تماشاك برزان زور جار وانسان هنده شتي بسيطه لاسلامتي بس حيف يعني بيريجن ديزانن خلشي زور طالب علم شهر زايبينيا ذكري لا اله الا الله ان تشهد ان لا اله الا الله بيغمبر موسى عليه الصلاه والسلام لمسند امام احمد داتو بس سند شي صحيح فرموي يا ربي خواه اشتيكم بيبلي لبيني منو تو خواه يقول فرمي يا مسبري لا إله إلا الله فرمي يا ربي دمي تايبت بي بمن فرمي يا موسى أو كلمة لا إله إلا الله أقر وري قرم لقيامت دا لتاي ترازوي دابني هر تي ديك هيا هر هموي برز دكاتو أو كلمة تتبري لا إله إلا الله باشا يعني لا معبود بحق إلا الله كواتا يعني بأقام بلو ذكرى زور خلق يبي أقال ذكر لا إله إلا الله لو خل برا خود ضروري بري لا إله إلا الله نزاري مقاليكم خين دو دري برادرك اتصال بيش يذكر ديقو سندت بيدا سيدا دقو يسار كارا كي خود تي أقر ري قربارغ بي 800 زار درم سبحان الله أقر ري سول بي في آي بي بي 400 زار درم سبحان الله وزادا قوم بي يعني وهمو روزي دا سو ذكر يكر كابرا لو خود أو آدابة زواني ورقرتيا
يعني إنسان لو بي أقابي ده تواني ذكر بكي بزار زالو قوتم فيريجو فيريجو زور ذكري خواي قورة ده كان دائما تسبيح وشيان بي ذكري ده كان زور زاري واهي لكسي عالم باشتر ذكرو يادي خواي قورة ده كان إيه كسي زور عالمي زاري واكمتر ذكر بسر زاري داده كو ذكر أوان ده خيري هي مع لقر باقي ذكر كاني ديك انزا فرمي وتقيم الصلاة ونويجج بتواوي دابكي او عمو بيناسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اسلامتي لبو پیاو دک کاتی لخدمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم دانشتیا مساله نویش بر زام ناتوانم لسره مشتکان زور به تفصیل قسم کم بلم هندی شت وک فائدی گشتي پیتان دریم کلو حدیث ور دجیره او رو او خلکی او ها نویش کان نویش کردن چی ضعیفه برسا نویش کو لگی دین عمودی اسلامه نویش یکم پرسیاری روز قیامت نویش اخر شتک انسان دستی لبرده ده وكو حديثي پیغمبر هات صلى الله عليه وسلم يعني ناكري استخلق او روها ببلبل ميجي دكا يعني برو تماشاكا قلت وين ميجي منافقان ببين مزور زارم قوتي لقي احترام ملوزي ومكانتك برو شيخ الله يومز قوتي وين در ميجي لي دكري ناو بازاري بس تماشا فرقي بك لو يظلم يعني ميجي منافقي لو يبدي دكري نالم هم خلقك بلام تيجا هيا دسي ميجي دكا هيش اوي روش اوابي ببلبل ميجي شي دكا بسريعي یکسر دی تو دکانکی که مشتری یک دی ده زهران داره بخیر بی اول دیاری راوسته یا تو چهان یعن اولاتر بود تو توزگ لگری با ادب بای و ریگ بای برانبر بخوار را دوستی و ها به پل پل نویجی دکی و پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم ناوی لو نویجی ناو نویجی منافق ده فرمی چاوره ده کتان یزیگ ده بی روش آوابی او جا غاره ده وکو کرباب دندو چی لعردی ده ده به پل پل و سری برنده که من زاره کبرایگ لتنیش تو نویجی کرد اوها داری بعردی که تو برندی کرده و قوتم كاكا اتول ليره صدقو قلت ما مصدناري سبحان ربي الا على قوتم سنزار قوتي سيزار يعني است اتو سرد بعردك اتو سيزار قوت سبحان ربي الاعلى قالو ما مس قلت كذا وبري زان سندي بيدسي لو ما مس نيجا كم عيبتي ذاك قلت منك عيب برميجا كدو باركه وبيغمر صلى الله عليه وسلم كبرى جديد زور له تو باستر نيجا سيزار نيجا دو بيدو بارك دو فرمي ارجع فصلي فانك لم تصلي رور نيجيبكو كاك نيجي نكر ديا اخي قام نيجي كان جيني وهذا كرو كوي اورو خلق زور ببلبل نيجي كان يعني انجام بده يعني بي انسان ميش بكا لغير خوي تبارك وتعالى تيكل بيو انسان جاري وايت سن لو حل برامبر يا مو دخيني تو يغمر في صلى الله عليه وسلم تشق قوميكن ما بال وقوم يرفعون رؤوسهم في الصلاه او شنا وخلك بيدابونا لن يجد اسر ينبرز ذاك نو سر داب نوينه برامبر بخوار راوستاي خشوعك بنوينه برامبر بخوي تبارك وتعالى يعني زور زاروية سيرة إنسان كالنام عالمي نويش يبا خشوع وزيادة دكا أصل وايك بتنبي نويش أوها بزواني بكي بيني خوت وخواي تبارك وتعالى أما دن يزيك بيتو لخواي تبارك وتعالى تاويلي بإنسان لنويش كان إذا بتواني كس نيديد فرميش جو بيت أخواري برامبر بخوار رادة وستي برامبر برب العالمين رادة وستي حسني بس لقسيه چي زواني يا رحمتي خواي لبي ده فرمي هر كسيك ديوي قسل اگر خواي تبارك وتعالى بكا بابتي نويش يلقب هر کسی دی خواق سی لگب که بعد چی قرآنی بخینی یعنی تو لگر خواهی تبارک و تعالی خطاب که قسان ده که لوی پیویز نکه برای زن اون ده پل پل بل نوی جکان زن ده و نوی جکان به جوانی و ریکو پیچی بکن پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لفرموده فرموی پیاوی واهی 6 سال نوی جوی ده که حتا است خواهی گوری یک نوی جیلی ور نگرتی فرمیان یا رسول الله لبر چه پیغمبر فرموی صلی اللہ علیہ وسلم سزده و رکوعی تواونیه سجده ركوعي توامنية لو إخوائي قولة لي ورنقرتيا كواتا نويش أساسا برزان دبي إنسان بمزبوطي أدايا كيبكا وكو أصحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كنويش يعني لخزمة پیغمبر إخوة ذكر صلى الله عليه وسلم جاء فرمي وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة زكاة إش بدي زكاة مال إخوة زكاة فرزك برزان لسر إنسان دا أگر مال يهبو إنسانا زكاة مال خوشي بدات بجواني شكوا بكيفي توني بري ولاد توان مونات توان او انا الزامين لشرع ده تبي انسان زكاته كيف مزبوطي بدات فامام ابو بكر كشرعي لقر او جماعته كرك قوتيان زكاه نادين لبرتبو فرم والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاه والزكاه ولا مجي فرم اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ايتو بي لما بيني نيجو زكاه ده ولا نيجو ده كم بالزكاه نادم فرمي خدشتي ولا كس قبلناكم إمام أبو بكر زورتون بول لسر هندي كذا وفعلا رأيك شي صائب وتتواوي الصحابة إيدي أنكرت لسر وكنابي كسي كبي زكاتي نداو لإسلامتي داو لجير دولة إسلامتي جدابي أما بي زكاتك أبدنو
وبعد آلة جو زكاة توزيع بكريتو بناو خلق ده إستاج أقل لها وليري ده دستيشي أمين هبي يمو صالان زكاة يام بدريتي خلقه شي زوري فقير نزات يبي لفقيراتي نخوشي شي زور صاحبي توا بلام خلق زكاة يجار ونازاني زكاة بداتا شي يعني يبيني إيواهي لسنزيان زكاة يدني پاري دني يعني پاركة پرشو بلاو ببرزاني زكاة أقر داتا كسك أو كسا زكاة بي ندتو زكاة كد نقوش تجيخ يعني جي خوي نقرتوا ولا سريشت هرمايا دبي بدواي دابقري او كابرا بناسي او كسب بناسي كفقيرة او جا زكاة كيبدي ظلام كسي كأهل نبيتن نابي زكاة خوتي تسميلي دستيبقي وتصوم رمضان ومانجي رمضان اجدا بروجيبن بروجيبن برزان اصلي كلمة يعني للغدة الامساك عن الكلام يعني انسان اني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. بيشتر أجر قسان نكر بروجي لبو يعني حسابه تائوارة. لا شرع لا إسلامتي لك نما حرام إنسان قسان نكر روجك تائوارة. جناح نبي بيغمر أي فرم صلى الله عليه وسلم لا صمات إلا الليل. نبي إنسان بيدن بالسبين تائوارة. أبيو إنسان قسان بك. شتي بلت. ها عندك سي عند فقير وغريب ده بين داد نشي لمارة دا صامتة شنو كيف فقير كاك دقسي يجيب كتماشى ذكى. يعني هيز قسان ناك دنجي إلو بيدنجي كاك دا عندك قسان بك. عندك شتي بلي. يعني زور جاري واهي او بيدنج خرابه لبو انسان ده يعني ناكري انسان وها ببيدن بكري دابني شي غريب فقير يعني او نبيت ناون ده زوري بري اخوان خواسته بلن مو عالم ليد بي زاربي نا اواش صامد بكا بيدن بي ها لو روجان اشتيك بخين دو خوش او جاري واه لبو فكر هنا نو لبو تاندلم الله يعفرتك شو بك دكتور يقول دكتور نخوش ملا نخوش كم دزانيت يا زور زور حني هيش دكتور قسام بكا سن لما يجي نخوش موام او هام او هام قوتي إيه قوتي فيها وكش معيبة شيء هي دكتور قوتي تيا قوتي والله إجلا برا خوي قصانتك أبزان علاج شلوي داناني قوت والله علاج شو باش ما نجا بجيم أمك قوتي يا قوتي تبرك بروش مزالي بدي قصان بك بشو ولا برا خوي تيد قصان ناكا قوتي تو كودا زاني قوتي تو أنا هلي من قصان بك إيه كودا اللي لما أعرف فيها وكش قصان بك إيه فقيري بروش تو نالي قصان بك شو لو خوي دس بقصانتك لا برا خوي قصانتك زا سكردن برزان يعني دائما الانسان كقصاندك او كلاماني كديليتن با كلامي بمنفعت بي بقسبي دنياي بقيامتي بي هموش تشتي ذهبيتن وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا وحج مال اخواج بكي اجر توانت بسري ذهبوا يعني تواني بدني وماليك كهبوا للروايات ايش كهاتيه للروايات نسائده فرمي وتعتمر عمرج بكي وتغتسل من الجنابه وغسل زنابتش بكي وتتم الوضوء دزنيجش بجوانب شوي باشا هل تكملي او حديث هذا سازور خلقي واد زاني حج واجب عمره سنته خوي واني او مذهبي مشافعي حج واجب عمره واجب هردو كان واجب يعني نقبل اي كان هو سنته خلق واتي ايش هو سنته سعالم فيكري عمره بك لو نايك او شهر واجبه او الرأي بقوتي مذهبي شافعي ك هر دو چان واجب لشرع دا انسان دبی بیانکه وگنه یانکا گناحی دگاته خاصه لو کسانی کمالیه هبی پاره هبی لسری واجب دبی الزامی دبی اوانب کات قال صدقت فیاوک گوت رازه که واته دزانم کو وی وابری قال فعجبنا لو يسأل ويصدقه چه ما سیر من پی ماو کبره دلی راز دکی که واته دیاره بخوی دزانیتن دی گرگنیا قال فأخبرني عن الإيمان هرو في آية آتوتا خزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوچي بسوچي ونايا دستي لسراني دانايا أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیم بلا دي إيمان تيا قال أن تؤمن بالله إيمان بخواه بي إيمان بخواه إيمان طبعا شتك لنا ضل إنسان ودا برزان قديما نجا تماشا في مناقشة زور لما بيني في أكان دا هبوا أهل سنة وزماعة بيان وإيمان ويك إنسان بزار بيلي بدل اجدا باوري بيها بي ولا كردو كاشي الى روجانا دا بيش اسبين وكو حساني بصير فرمي ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل يعني ايمان اويك لناو ضلي انسان دا زيجير بي يعني جانب ايمان يك زور بقوت بي لناو ضلي او انسان دا ولا روجانا اجدا رنگ بداته وكو انسان ديكا لوي كابرا الى حساني بصير برسي فرمي امؤمن انت يا وش ايمان داري توزا غراوسا تم حسني بسري زور زيره قلت يا وش عالم بو فرمي اگر ما بست في او اياته انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادت ايمانا نعمل لو انا نيمه اگر ما بست في او يا
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله با أو با ورم دا حيا بلام أو إيمان دارني كخوا أو هواسيدك يعني وكبر الله بابي أو كتواضع بن ويني أو بياوة يعني خوا باسيدك إيمان دار جناوي خواهات أو إنسان دري رادة شيء يعني وكو ترسك مترشك بقلب داده وإنسانة بلا ما قال إنسان إيمان الزور زور ضعيف حتى أن يبيد فرمي كربك للرأي إخوائي لبر خاطر إخوائي في سبيل الله يعني رازة وإنسان أخو دستينا جرتو ومن كوريك مي زارو فيرش ليش يسير ببو نازم كو فير ببو دستم لو بر ليدم جريمه يش ينزاب دابو قلت لك أخوات خوش دوي دست دراقرا هاتيم زلام وقصي نازاني سرخرا وطولة شتينا باشا بابا دست براقر اخو ناقر لسز اللي سحب كم وقصي زاليرا ما بس يا برزان يعني انسان كناوي خواده هندري رايقرا يعني تنفيذي مكة ما دام ضل لبر خاطر اخوه في سبيل الله من سالكم بالله فاعطوه ومن استعاذكم بالله فاعيذوه في غمر وهذا فرمي صلى الله عليه وسلم يعني دائما ايمان لنا وضل تانداد جير ببيتم بوم فميك واحيا باشا زالوي علماء لما بين اسلام وايمان اجدا فرق كان زور خلقي وهذا زاني يكشتا اگر لهر جگایگ ده بتنیا گوترا اسلام ایمانش ده گرتو ایمانش بتنی گوترا اسلامش ده گرتو اگر به متفرقی گوتران هر یک معنای خوی هيا ها خوای تعالی لومن باسی قوم عربکان ده کذا فرمی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا عربکان گوتان ایمان معنی نه خوای گره فرمی پیام بلا ایمان نه اینه ولكن اسلمنا بلا مسلمان بوینا لو بس تماشا خللك قبرزان ولما يدخل الايمان في قلوبكم تازاتنا من سلمان بن كاخو ايمان نسوي تناوض لك انت ايمان بس تناوض لي انسان اشتي عجائب دروستك برزان يعني ايمان لناوض لي انسان دابي لقى قيامات تكر دبي لقى خوي تعالى تكر دبي امور الدنيا لا زور زور ضعيف ولا واهز دبي يعني انسان بس ببي يتبياوي شي خوي او زاد زاني تزوج شي سن مهم هي كاولي بي اغاب ولو لو, لو مسائل ايمان يانا يعني ورا انسانك بين التواوب وري بقيامته بايمان شي زور بتوي هبي نشر دكا نمشاكل دكا نفيد ندروس دكا ندروي دكا نغيبتي دكا يعني اشتخرا بكاني نامين لوتك او ايمان او هافيري دكا ايمان رنگ دانوي دا بلا سر كرده وكان روجاني خوي دا باشا خلچك ايماني منو ايماني فلان كسي فرقي تي هيك فرقاك فرقي قل زور يعني قل زور فتماشاك ايماني تو ضعيفة بريتي لمكسرات خلق ايماني بقوة بي يعني زور زاري واه يعني خوا كراماتي في هذا بخشي بو إنسان جاء فرمي أن تؤمن بالله إيمان بخواها بي ودجرنو دلين فخر الدين رازي رحمتي خواه لي بكاتي بزيقاك داتي دا باري خلقه شي قال زوري لقى دور دابو يعني طلبه شي يقزار بس صدان طلبه لقى دابو دنگ دنگو هرا پيدا بلا محل لقى پيريش نكاد بدري قد بيو وسي قد يعني فخر الدين رازي ايه قد بيزا سبو فخر الدين رازي عالم قوري سبو كان والله او هزار دليلي بيه لسبوني خواي قوري لسر ايمان بخوا پيريش نكاد جو تزاوات سي مشكلة خوا فرمي أفي الله يشكون فاطر السماوات والأرض كأخوة قماني تيدا هيا تاتو بقرر دليل لو بيداكي لو لم يكن عنده ألف شك لما طلب ألف دليل قلت وقا هزار قماني نبا لدو هزار دليل ندا قرر تيدا قي يعني هنده إيمان هي كزور بقوة يعني وايلي دي أو إنسان إيمانكي أو أنده بقوة وايلي دي وكبري بيويز باستدلال ناك وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد حموشتك بلغيش تيدا دوي كاوا خواي تبارك وتعالى تنياي وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر باور بفرشتكان بي بكتابكان إخواه بي ببيغمبران إخواه بي وبروش دوائده بي وتؤمن بالقدر خيره وشره أو ألي ريا مسألة حديثك كهاتة ومقطع كيك عبد الله كريمام عمر حديثك كان لو دجرتو لبر أو بابتي إيري إيماني بقدر إخواه بي خير وشرك يمول الله إخواي تبارك وتعالى يعني قشتي شي باشا بسراتر الحمد لله خراب بسراتر الحمد لله قويشتي واست لكن الدواش يقبو وهمشتك بقدر اخوي تبارك وتعالى بزاني زاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لدرباري قدر سيفر ما برزان سن مهمه فان لو تفتح عمل الشيطان بس قوت لو او هابو درقاي الشيطان دفتو ادي شبك انسان يكسر تسميل اخوي تعالى الحمد لله قدر اخوي قوري هرشتك رويدا قدر اخوي قوري هرشتك روينا دا هشتك قدر نيه يعني انسان دبي اغاي لبي درستا طلع كرق لبابي برسي قوتي بابا قضاء وقدر تشيه
تي لگه داش لسا اوي دروي گوتي قزا و قدر و مصيبات تو نو عشتن كرم ليك جواز با عشائر يكي خوي بلن جواب يداوا با گوتي تيا تو والله قزا و قدر و داكت بي هرزلي بكوتنا او رباري جنك جويلي راقل گوتي ادي بابا مصيبات گوتت تي مصيبات وي ملواني بزاني بيت دري بيت دري لكور ما نفتوا هنده لي بيزار بفقيري او با عشائري خوي او مصيبات من وايت يدك أن تؤمن بالقدر خيره وشره يعني هرشتك خير وشري بيده بال رب العالمين هرشي هاتي لله خواي تبارك وتعالى خواي قورج بهموش تيشي إنسان دزاني بوي برزان عبد المجيد زنداني قصي يشي جواني يتك زور خلق مناقشي قدرك أو أمن خوال سري نوسي مودوائل وعذابم ددا استانقو همو بحرية خوتان هاتين أو كورا دانشتين وانيا كس دستي قرتن خوار کس گلو ریش خرابش برویش با کس دستی نگرد. کمتا یعنی تقدیری خواه گوره که دفرمون او قصه که گل جوانه دفرمون این الله سابق و لیس بسائق. خواه سابقه یعنی دزانی هموش تک تا قیامت رو بدا. بلام سائق نیه بد بات سرش تکی. اتو بخود دستی اختیاره گل دست خودتا. این الله سابق دزانی حتا قیامت رو بدا و لیس بسائق خونات بات سرش تکی. لوی جماعت کنه پیانده گوتره قدریه. قدرية دلن سيه دلن شو تتارون دا خواهي تعالى نازاني والعياذ بالله أو كما كاتوا لعلم رب العالمين والعياذ بالله عقيدة يلي سنو جمع على سر أونيا لو إمام الشافعي قصي شيء در بارق قدرية كان دفرمي إن سلم القدري العلم خصم أقا قدري علمي خواه بس الميني يكسر دا دوريني دل لي برسي خواهي تعالى دا زاني سبيني سروا دا يانا أقر بلي إذنو عقيدة يلي سنو جمع أقر بلي كافر دبي البركو ده لي خوي تعالى نازان اسمني ترودا والعياذ بالله لوي اوي مساله قدر برزانم دائما تماشاك امرك بدا دس رب العالمين قدري خوي تبارك وتعالى لناوز جداش انسان لوي دنسري حتى روز قيامه زهرشتك بسر انساني داده ك انساني ايماندار ايماني بقدري خوي تبارك وتعالى هاي قال صدقت ايش راسك قال فاخبرني عن الاحسان كافين بري مرتبة يسيم إحسان سيه تاكت قال أن تعبد الله كأنك تراه عبادتي خواب كوب زان خواي قورة دبيني فإن لم تكن تراه فإنه يراك أقر تجوين بني بلام خواي قورة دبيني ورزان أو مقام مقام إحسان قال قورية إنسان كمسلمان بي إسلامتي جي بزيدك إيماني بخواد بي بروش دعائي دبي أوج لدل دادة سيسبي زاد قاتة مرتبك يعني أو إنسان برامبر بخواي تعالى راد وستي أو راد وستي ناتواني يعني حركبك جولبك سبرو ببینه پیاو صالحه کان یک لئیشه گوره کان یان سبوه مناجات بو لگر خوای تبارک و تعالی لبر او مقامی احسانه یا تماشای که مناجات یکر لگر خوای رب العالمین یعنی لگر خوای تیکر ابو سلگر رب العالمین دکا گناحه کانی خوی ببیر خوی دین توا نعمت کانی خوای شکر دکا اونده لگر خوای تیکر دبی دگوتا او مقامی و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه يا بيك أو أن ذكر يادي خواد كذا بلام خاليا بتنيا بتاقدني كز عاجي لينيا يكسر في المسجد تخواري سن خوش إنسان مثلا دروالو عمره بتاقتن اللي زي جاك دا دانيش أوها لو خوي منازاتك على خواي تبارك وتعالى كاتك دبيني قرياني دي أو لو كسي لو حفت كسي لروج قامة لجيه سيبري خواد بي هيج جناح حدنيا تماشى خود بخي سن مقصيري وكم ترخمي برامبر بخوا اقل شو شي تاريك استي ودابني شي قصه لك اخواي تبارك وتعالى بكي وحالته لبو دروس تبي يعني انسان دائما مناجاته شي باشي بي لك اخواي تبارك وتعالى يعني تي كلاوي شي بي لك رب العالمين بس زور خلك اذا بيني لو بابته سبحان الله ضعيفه استخلك الى علم جاري وهي زور شار زايا ظلم جانبي ايماني كي ضعيفه او مشكله او قرفته عالم إيماني نبي برزان أو إيك عالم دينية إيماني زور بقوة نبي زور بأساني أرد خلتي أما زور خلق ما ديد بس أبي خم أنا لا هؤلاء يردون نروي يعني زور إنساني عالم عابد مثلا بون منا خطيب باريع باش تاك دواء خوي دورا مثلا كي يقزي يا إيمانك إلى ناوضل إنسان ده سحري فرعون تما شاكا كإيمان لناوضل يان ده بقوة السدكة يكجر أن بقول إيمان من هنا بخواي في غمر مسوهارو فرعون درك من لا أقطعن أيديكم ورجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم في جذوع النخل هو فرعون شو وجه فرعون بمن من دالي سرب رجيله تبو وتي دستي راسو لاقي تبتان دبرم والله لسر دار خور ما هل تان دواسم لم يتان دادنم
چه جواب دن و آمانه؟ اگه ایمان لناو دل دابوس دکه، فقضی ما انت قاضی. چی دکه یبکه؟ هر چی دکه یبکه؟ چیه؟ اینما تقضی فی هذی الحیات الدنیا. اوی دی کیل دنیا هست، بس نتوانی دسکاری ایمان بکی. قط نتوانی دسکاری ایمان بکی. هر دمای امنت کشت و دزانی جیانی منت کوتاهی فی هینا نه جیانی من دستی فی کرد. جيان دستي بيكر لمن دردا لو إخوائي تعالى كو آية فرمزان أنواع تفسيري دكان الذي خلق الموت والحياة يعني شو تفسيري أو آية الذي خلق الموت في الدنيا والحياة في الآخرة مردني لدنيا دانا بلام جيان لقيامته بنظري خلشي أهلي ماديات وادا زانن إما بس لدنيا دادا جين بنظري أهلي إيمان قيامت لمن رادس بيدك لو أهلي علمي كدين دار بوينه وأهلي علم بوينه وأهلي خوائي بوينه دهانگو یکش تی شبان زور پی من نخوشه که کات یک بانگ دست بینن دمانوی زور زیادتر لگه خواهی تعالی ببینینو زور فرق یو دو انسانه که لقیامت اوی درست از شو دریج با براسیل و نوستنی خوشه اوی کشی گو شو دریج و شو نویج باشه دو کسی زور لیک جوایز باشه خواهی گوره فرمیم و من اللیلی فسجد له و سبحه لیلا طویلا لو شو ارستی و سبحان الله بکا سجده لو خواهی تبارک و تعالی با چه لسجده دا ببیتو یعنی مناجات که لگه خواهی تبارک و تعالی روزک دوروش سیروش با ایمانی و شخص با قوت نبی تو نفری کم لو بینا پیانت فرزن نویش با زماعات بکاو منجی رمضان با روشی بی و زکاتی مالی خوی بدا انسانی چی ایمان دار بی او زد دزیب کات نیش دیوانیه دست لوانه بره داوانه همو ضعیف دا ویدیتا سر سفر او زد چی دست باشتانه دادکا لو یک انسان زور ایمان دار بی برای زن لگوناح و توانش دور دکوتو يعني جور أدب خوي نادا إنسان أوها أون دزور جناح بقى شو تو تماشى كا هاي خوي تعالى تدبيني يانا تدبيني بالله إيه كده تدبيني يعني كوتوها بشر ما بيبرم برب رب العالمين يعني حتى رواياتي جرنوا في غمر عيسى عليه الصلاة والسلام فرموا يا عيسى من زور جناح ممكن بس نامي نبخوي عقوبة مدا خوي يقول وحين نادو في غمر عيسى هي بالله أي مثلا عقوبة ما له دانا وهست بيناكا بابيت قيامة أول خد زانيت هو مزانا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول خواهي قولة فرمي الشرم لخلقك كم مزل من ناكن شد لخلق ده شارنو بزل من ناشارنو يعني بإنسان زور آقا دار ببرر زانم كانت كدلي أقر أتو خواهي تعالى بتاو نبيني بلام خواهي رب العالمين دا دبيني لو إنسان إيمان دار يقل نعمته هنه قوركاني أوي لقيامة خواهي تعالى دبيني ولا بهشت إيش دا إنسان إيمان دار خواهي تعالى دبيني وكخواي قورش دبيني هي نعمتك نيه بقد اويك خواي تبارك وتعالى دبيني خلافا لبو معتزله كان كضل انسان ناكر نابي خواي تعالى ببيني لوي اوي الفي ابن مالك شيخ بدري درباري او اياتا كان دليل نيه كاتك بيغمبر موسى عليه الصلاه والسلام دلي ربي اريني انظر اليك قال لن تراني ابن مالك دري ومن راى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضده هر كسي وابزاني لن لبونا في مؤبدة قد نابي أو قسيلابة غيري أو بقوتنا درستا إنسان لروجي قيامة پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم مانجي تاردكو دبينا أو خواي تعالى دبينا خواي قورة بها قسمة ملا يكماني بك يا ربي جاء أو أساس برزان يعني إنسان نبي براستي تماشا أو زورشت دكا يعني أو مقامها يقل برزا يعني خواي قورة دبيني تول برامبر رب العالمين لنويش دا لسزده دا لذكر كردن دا لدانشتن لجي نويش كردن دا يعني لپاران ود لخواي تبارك وتعالى دا سندي خود ملكت وزليل كي برامبر بخواي تعالى نشانه دا دليل ايمان بقوتي تا جا فرموي قال فأخبرني عن الساعة ودي قيامة ببر قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل اوي سؤالي لي ذكري باشتر نازاني لوي سؤال دكا واتبا خود باشتر دزاني أتلير في غمر صلى الله عليه وسلم لو رنبوا أول شيء يا هشت أصحاب نازاني وبيا أول شيء ما المسؤول عنها بيعلم من السائل أوي فرسيار دكا باشتر زاني لو فرسياري ليه ذكري زاليرة يكشط يا نقطة شيء كرد ورقم برا زان أجر فرسيارك تان ليك ران نتان زاني دائما وكو طلبة علم قد خد في جور النبي والله نازان سامت سنروجك في جستا نفرك سؤال إيش اليوم كرد سؤالك قرص بو گفت یه جان لام ماستای بکه گفتم یه شی باشه دیتو با خواه من نازنم کاک نازنی ماست گفتم نه ای سب کم چلو کیف خود رقمی ماستای دی که حاضر کیده دمی ولی آن برو که خود دیان ناسی سوالی هنگ بکه امن نازنم تی ماست با صعبت و دریان براستی کاک با صعبت و نارم ل نو عالمه بر پرسیاره کم ل ملا خالی دیگر دیگر گفتی نازنم
لارجيج وانا كابرا قوتي واني تليفون بلوف قدر مو يقسك تواو نمزاني كاك وفوق كل ذي علم عليم لو قيامتي من وما اشترك سؤالك نمزاني بلو منازان شو مشكلة تي تيداك قوت منازان يعني تقرفتك ايه لوي كنازان ام علمي هم دنيا شهر ازام لشرع دا نخر اذا كوات زور برسيار ايلم ذكر من نايزان لو يبرز اخوت في قورة نبي قد بلو يمن حموشتك هردزان شتك كنت زاني بلو معلوماتم لسريني فكابر لو خوي كنت يدك باتي بقى وابزاني كانو تزور عالمي قد اوها نفسد اوشتد لو دروز نكاتن دائما زار زار نفسي خود دا بزينة لو استي راي قرا كبيويست بيا ايقي يعني امام مالك وقت خوي رحمتي خوي اللي بتسل في سياري اللي كد لسيو تشار في سياري قوتي لا ادري قوتي نازان يخو ملو زير اكترين امام اهل مدينة ماشا يعني انسان كشتيق نيزاني بلا نازان زال ليرا پیغمبر صلى الله عليه وسلم عازك وادا دا اتو باشتر دا زاني لوي كسؤالي لدكي زال ليرا يكشتيا كباز لقيامته قري زور زار وي خلچ انزور ترسان وبرزان تماشا دكي خلق وهذا كي ها قيامت دي وعلامات نيزيك بو تو ونازان كم جي ترود دا حمي دروي اوشتان هيس راسنا قران فرمي لا يجليها لوقتها الا هو فقد رب العالمين زاني كان جي قيامت دي امن لبير مد دي انكو ساري 2000 دنيا تيكدسي اسا ساري سنده بحساب يو كابرا ما كربا وزع منزور خراب 2000 انكو دنيا تيكدسي بردك دي تخوار العاصمان نازان مگر بيتقينين و 5 متر بس خور دباري اوج دشين ده انكو بس العراق لو هم جاي وازور لو بس ديتك انا من نقبت بخو حار ما قال خوشا تيدك خلق لو خلو قوره اشتي هر بس تي دادني والله ليك من دايتو دنيا 7000 سارو اون دي رويو اون دي ما النتيجة ولا لواني تربي ساري دي دنيا تيك هم يدروه خوي تعالى تيفر يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها انتهاي اوصلك اخويا طواب يعني بهيت كسيك باور ماك كدلك كنج قيامت دي نازاني نم سوان كنج قيامت دي يعني قيامت دي يزيك بونوي انسان مردني انسانة بلام آية كنج دي ولا سساليك دي ابن قيم قسيش جواني هي دفرمي هر حديثك آماجة بيبكا بلي كنج قيامت رودة دا دروية واني او قسي واني كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بس علاماتي باس كردوا بس نيفرموا چهان صالي ديتن يعني اوانا اصلو اساسيني لو يستمليره تماشاكين في غمر صلى الله عليه وسلم بياني ناكا بفرمي فلان صالي روجي قيامت دادت نيش ديوا لشرع من دانيا بس في غمر فرموتي صلى الله عليه وسلم روجي قيامت لروجي جمعة دادبي بياني حالتكاني كدوا نشانكاني باس كدوا بلام ني فرموا فلان صالي دنيا تيقدسيت اشتيوانيا خوا كنجين برياري ده هنجين دنيا تيقدسي وإلا تخوا أمري لسر نبي تنفخي سور لينادري لينادري جاء فرمي فأخبرني عن أماراتها دي باشا علامات قاني قيامات بيبري فرمي أن تلد الأمة ربتها أو بزور نوع تفسيري إذا كان زاني عندك دا فرمونا ويا كجارية زور دبي دي تولات فخلق دي كري من ضالي لي دبي دواي هن جاهل وهن أحكام كان زايع دكرين دا تي دي فروشتوا نازاني دي فروشتوا من ضالي خوي قورة دبي دا تي دا تي خوي دكرتو نازاني يعني دا تي خوي دكرتو دا إني دي كاتو خزبت كاري دا تي خوي او هندق للروايات كان وهذا فرمون تفسيره كان هندق ده فرمونا هرب ما بس بمعامله انسان لقرداك وباب يعني بخرافيه يعني وايلي دي داك دبي خزمتي من ضالي خوي بكا بنوع عقل نوع كان استاج وايا نابيني زور بي زور يواني طلبه ملبي كل يوشتيوانا تي دقي باتكي تر دستن سبينان دبي اتا هر دستن خوان كش خدا كان نانو اشتغل بيان حاضر بي يعني له بدان دراوي بشر تو داك تبي لمال ده خدمت بوكي يقلوش تاني كزور مسلمات برزانم كبزانه انسان قد قد موفق نابي والله هو قسي في غمره صلى الله عليه وسلم عقوبه دنياي ددريتن لقداكو بابي خرابي حيت قسمك ملك وكونيا فرسيار مكا خواي قوره فرميتي فلا تقل له ما اوفن بين لي اوف الى وزياتر سدو يعني سدو يعني قران اياتك تسد في بري لوزياتر اكوتو او كسبك خدمه كاري خوت كو اتو او كسنبي روش دو جار دستي داكو بابد ماتكي لا خزمتي عند ابي ايوا هذا رقصي لقناك روش يشيك تليفوني لو مكر ما مستدى بيكو ناحم بقاتي قلت بخير ودي دسمع عمري يكاك ما قرداني خون بي ازانا كرديا وشي بري خوالنا وظلم بني سبحان الله قلتم چي او كسا والله ما مستدى يكا شي نيزيك اي قلتم چي قلت والله داك ما خشتي من برو لو خود لما ردانش ما تسوى عمري دسوى عمري استكي تداكد ليد عادز بي دسوى عمري استكي
اي والله لو ريش بمريهور ددك اللي قال لي داني لقيامتي اخر اتو داكد ليد عادز بيدتي عمري دك اذا تسدك يا عمري اخر وتا او اوصل ترى اتو شرع الدم يعني قصي خود دم يعني حزت لسفركية عالم بلن وتوت عمري هيك الشرع الدم برو ولا قداك وباب تساق برو تواك تند يعني كل يق عادز بن لسرت والله ما بس تقريبا ششمانك ششمانك زورني قلت باب الشرع ده سيرو زياتر لقى بيق انا دروز نقصد نبي برو هرو برو برو هرو دستی داکو بابد ماسک و خدمتیان کو کنجی نرازی بون هرجی نرو عمر و گنا تو رو لچین در دکی لکاتک دا خوشویسترین کس و عزیزترین کس للاین انسان و للاین خواه رب العالمین ولید عادزه جلوی برزان ما توی استاد تماشا دکی مقارنه قصی پیغمبر که صلی اللہ عصم بواقعی او رو دا همو مسلمان کان لی بدیار دکی ایمان یان چند درجه یان چند یعنی تماشا دکی ببرتا و زور بزوانی دارون دا بیتوا تماشای که او انسان چند غلط لدین حالی بوا في غمر صلى الله عليه وسلم بعلامة قيامتي دانا كإنسان قوري خوي ببتو خزمت كاري أو لبردستي أو دا جاء فرمي وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنوان فرمي أتوب في خواسا كان روتا كان فقيرا كان شوانا كان دبيني منافسي يكتري دكا لسا بناية أو بناية ليبرنتر دكا ولا يبرنتر دكا يعني سبحان الله وحديثة بتساو في دكا في غمر صلى الله عليه وسلم دريق سيلقى أورو دكا روت چه دقی پیخواس فقیر شوانی آقاری استانی بینه چی درسته که علا شاری مدینه درستیان کردو برو تماشای که او وقتا بینه اگ نبو سه طابق بله شاری مدینه لخزمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هموی خانی یک طرف بو وکو یک درستیانه کرد باشا فرموی یتطاولون فی البنیان یعنی او دکات دو قاد او دکات سی او دکات ده او دکات بیست او دکات زیاتر اوها پیشتریش چه بوینا همو روت رجال بوين همو انساني غريب وفقير بوين اوانا فرمي اوش علامات روج قيامته اوانا بس هاي خوتان دادا بينا ايستا دايان بيني لحديثك فرمي في غمر صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع اقا بي كمو كرديش يفتر ريكا وهادر دسي روج قيامت ناي حتى خوشترين جيان دادريتا هيتي كري هيتي يعني نبا خوي هزبه نبابشي هيتبوا بكالك يكفل سيناي اوا اسعد الناس ظل خوش كيف خوش ده صلاتي لبردست تشيت وشو رواها يستاد صلاتي لدست وعينا نوهاي بالضبط نخوش ونبا بشهيز نبوة زاوها ولا علاماتي روج قيامته في غمر صلى الله عليه وسلم دياري كرديا فرمي اوش رودة دا زا باشا فرمي ثم انطلق باشا روية وبياوة ليريا تماشاكا في غمر فرمي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا عمر أتدري من السائل أي عمر زاني دو برسيار كاري شيبو قلت الله ورسوله أعلم خواب في غمر زاني قال فإنه جبريل أو جبرائيل أو جبرائيل خواهي قبر النارد ليرة تماشا كبر زان ليك شد قدرتي خواه من زور جارو قصيدة كم دليم إنسان قدرتي خواه ببيني وزا زاني دا صلاة خواهي لو بديار دا كبي جبريل 600 باري هيا 600 بار هر بالا شي لا يشي أسمان دادا فوشي خواهی گوره او مخلوقی دروس کردیا حتی سه شکلی انسانه چی اعتیادی او همو قباره چی لیهات خواه او قدرتی دایتی او حجم گوره بوی تو یک انسانی اعتیادی و کشخو زل چی لبر کردی و حتی لمزی سه دانشتی و دروه و قسان دکا و مخاطبه دکا جلوی زور زاری باز دکن که بهش دلین ونده گوره جهنم وایا اوی هوایا انسان زور زاری واهیا خوي غريب ذا كان عقل والله نازل مو دليل عقل ناقص كل عقلي توشيا أخذ فرش على التيكر جو خلاص برا ولا درب باري قدرة رب العالمين وما أوتيت من العلم إلا قليلا يعني عقل ما وشتي نابري وأزان عقلي بقى زي سير والعلم تدا آخر كاك وش مولوي شاعر فرمي أجزرة عقلها ببيته كقول تيا خدا دبريتوا يجزرة هر عقلها ببيته كقول تيا خدا أوشتي يكسر دبريتوا إن الله على كل شيء قدير يعني تماشاكي أود لو بديار ذاك أو جبرائيل قوريا بوتو شكل إنسان يكو هاتنا ومزيسي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دانج فرمي فإنه جبريل أو جبرائيل أو ملائكة إخواب وهم صحابة كان جديتيان هم يان ديتيان حتى لرواياتي كاتيا دا فرمي كاتيك هستا شو دري أو بياوة بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم يشير صحابة هستا فرمي ردوه علي بيبري بري بقرتوه وتي باشا شو دري مزقت فرمي يا رسول الله نما كبرا شيليا او ذا بيغمبر سي فرمي صلى الله عليه وسلم فانه جبريل
او ملائكتك اخواب جبريل بو اتاكم يعلمكم دينكم هاد بو ديني فيري ايوكا واتسؤالي ذكرت لو دين فيربن استفزان سن فرقي برزال لنا مجتمعكم القى امدا سؤال ذكر لو كابرا احراسك سؤالك لو كابرا بري ولا سؤالي نزاني يعني سن فرقي جبريل دي سؤالك لو اصحاب فيري اسلام وايمان واحسان يعني تماشاش تكان يان فيربكا استاتو دي سؤالك بزلو خاطر ويخلق احراسك ابو حنيفه رحمه الله عليه بما وقت مناقشه الى غيرك اهلي كفر كرت ما ويك وازي لمناقشه هنا ليه امبرسي فرمين يا امام لو وازل لينا فرمي مناقشه في اشتر لو قيشتم بو بوي بزاني الخواه يا نا بقين بحقيقات اما مناقشه ما انا كابرا ايمان في بينين استا مناقشه لو بردنوية لو بردنوية بزان شيل شي دباتو تيجي اولا قروا مناقشاك اولا قروا مناقشاك فرمي اوش محزلينية يعني فيهم خوزني او نوع مناقشه ومجادله انا بكم لو وازي لي هنا بو زالو يبرز زمزانا پرسیار کردن چند جوانه که بعد بیش جوان و انسان پرسیار دکا نگ مناقشه بکا نگ مجادله زور بکاتن نگ رد و ردودی یک تری بداتا و الا لسرشتی تنها حق نبی یعنی اوشتانه که بیان حق پیویسته ویش با اسلوب یشی جوان با ادب یشی جوانه و نگ اوی که زور بی خلقه یه هر زمانی پیس زمانی خرابه قصه زور ناشیر نشتی واده که زال آخریش دا که فرموی اتاکم یعلمکم دینکم هاد بو دین تان فیر که کواتا اوانه باس من کر هموی لازم نی دینه برزان اويل اسلام بو اويل ايمان بو اويل احسان بو اوانا لامارات روج قيامت هموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم داخل بمسائلي دين كرت كواتا دين شتيشي فراوان لو يا حديث بيدرن ام السنه لبروي هم حديث كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخوي قرتوا من بمختصري او حديث ما ما جاب فيك رميدك ان شاء الله تواني بيتمن فائديك بيكتر بجيني لجورا قرتنكا باميدي اويك حديث كاني تريش كانسان شعر زايد بيان جويلة ده بقصيتي في غنبر صلى الله عليه وسلم لجاني روجاني خويدا تطبيقي بكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.